طيب نرحب بحضراتكم مره ثانيه، ودلوقتي يعني زي ما احنا متعودين هنروح لمقر جريده اليوم السابع ومراسلتنا نورهان طمان عشان نتابع اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المختلفه. وطبعا منشطات كتيره جدا. صباح الخير في البدايه عليك يا نورهان طبعا، ومنشطات لا تخلو من الحديث عن مباراه امس وكمان الحديث عن الماتش المرتقب بين الاهلي والوداد. سامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما قلت يا نهاوند من مقر جريده اليوم السابع، نطلعكم على ابرز واهم الاخبار الرياضيه الصادره صباح اليوم. وزي ما قلت يا نهاوند، الحديث عن مباراه نهائي دوري ابطال اوروبا لم ينقطع في الصحف والمواقع المختلفه. ومعانا اول منشط من صحيفه والموقع الالكتروني لليوم السابع: ريال مدريد بطلا لدوري ابطال اوروبا للمره ال14 على حساب ليفربول، الحظ يقف امام محمد صلاح ورفاقه طوال التسعين دقيقه، الملكي يضرب موعدا مع انتراخت في السوبر الاوروبي ويحصد النصيب الاكبر من الاموال. زي ما شفنا بالامس مباراه كانت يعني يمكن شفنا مباراه من طرف واحد، ليفربول كان يعني مستحوذ على كافه احصائيات المباراه، ولكن العبره في النهايه بالخواتيم وبهدف طبعا جونيور في الدقيقه 30 من 59 من عمر المباراة بيخطف المباراة. وطبعا حظ سيء جدا للنجمنا المصري محمد صلاح، اللي يمكن كل الناس شافت ان هو بلغة الكورة عمل كل حاجة في الكورة امس، ولكن تألق. خلينا برضو ندي حارس مرمى ريال مدريد حق، وتألق تيبو كورتوا كان طبعا العامل الاكبر في فوز ريال مدريد بالامس. كمان خلينا نفكركم ان المباراة اتأخرت 30 دقيقة بسبب اعمال شغب لبعض الجماهير من امام الملعب. وكمان خلينا نقول لكم انه ريال مدريد هيواجه فريق انتراخت فرانكفورت الالماني في طبعا بطل الدوري الاوروبي في كاس السوبر الاوروبي شهر اغسطس المقبل. واما بقى طبعا الجوائز الماليه، فخصص الاتحاد الاوروبي لكره القدم جوائز ضخمه للفائز وهو طبعا ريال مدريد 22.6 مليون دولار، اما ليفربول فسيحصل الوصيف سيحصل على 17.5 مليون دولار. في تصريح معانا لتيبو كورتوا، يمكن انا وقفت كتير قدام التصريح ده وقعدت افكر احنا يعني وصل بينا اليوم اللي احنا نشوف فيه واحد من افضل حراس العالم بيتكلم عن لاعب مصري. ومن جريده الشروق: كورتوا لا اصدق ما حدث، لقد تغلبت على محمد صلاح. يعني الحقيقه المانشيت لوحده شارح للحاله اللي بنعيشها مع نجمنا المصري محمد صلاح اللي كان نجم مباراه امس. وعلق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد على تتويج فريقه للمره ال14 وقال انه يعني مش مصدق ان هو تغلب على محمد صلاح، طبعا بعد ما تصدى للعديد من الكرات القويه جدا اللي كان طبعا قام بيها نجمنا المصري. كمان خلينا نقول لكم احصائيه تشير الى يعني سير او خط سير المباراه كان ماشي ازاي: 23 تسديده من لاعبي ليفربول مقابل 3 تسديدات من فريق ريال مدريد. ومن جريدة الشرق الأوسط: كين مرشح للفوز بالحذاء الذهبي مجددا في قطر، اللاعب يأمل بأن يصبح الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي في تاريخ بطولات المونديال. يأمل هاري كين نجم منتخب إنجلترا وطبعا فريق توتنهام الإنجليزي لأن يصبح يعني هداف التاريخي لمنتخب إنجلترا بعدما أصبح على بعد 4 أهداف من واين روني صاحب الصدارة ب 53 هدف، وهو طبعا حتى الآن متساوي مع سير بوبي تشارلتون برصيد 49 هدف. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من جريدة اليوم السابع. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو.